فنانون رحلوا عن عالمنا وكانوا على علم بموعد رحيلهم، ومنهم من عاد من الموت مرة أخرى. روايات أغرب من الخيال ونهايات غريبة رافقت وفاة بعض نجوم الفن، منهم من عاد من الموت مرة أخرى، ومنهم من رأى رؤية وفاته. وأحدهما أحس بالموت وقال لزوجته إنه سيموت بعد قليل، والعديد من القصص الغريبة. فيما يلي نرصد أبرز الفنانين الذين تنبؤوا بموعد رحيلهم. الفنان محمد عبد الوهاب في إحدى التسجيلات الإذاعية روى موسيقار الأجيال قصة غريبة عن عودته للحياة مرة أخرى. عندما كان يبلغ من العمر عامين، فتعرض لوعكة صحية أفقدته الوعي، فظنت العائلة إنه توفي، وسادت حالة الحزن والبكاء بالمنزل، إلا إنه أثناء تغسيله عاد إلى وعيه باكيا، فتحول حال المنزل من البكاء والجزء الذي ساد به إلى الضحك والسعادة بالطفل الذي عاد إلى الحياة قبل جنازته بدقائق. الفنانة سعاد نصر في 5 يناير عام 2007 رحلت الفنانة سعاد نصر عن عالمنا. فبعد الوفاة كشف الشيخ سيد حمدي والذي اشتهر بتفسيره للأحلام عن تلقيه اتصال من الراحلة يوم 26 ديسمبر عام 2005 في 10 مساء، وأخبرته برؤية رأتها وقالت له إنها شاهدت نفسها تلبس حذاء وسقط من قدمها، ولكن والدها أعاد لها الحذاء ثم اصطحبها إلى غرفة ضيقة وجلست معه مدة 7 أيام، وطلبت من والدها أن يقوم بتوسيع الغرفة من أجلها. وفسر الشيخ الحلم بأن الحذاء يرمز للسير، وسقوط الحذاء يعني الوقوع في مصيبة أو ورطة، والغرفة هي قبرها، وأن توسع الغرفة تأتي بالتوبة والأيام 7 اكتمال الأسبوع أو العام وصولا ل2007. فردت عليه بأنها تنوي تغيير مسار حياتها لتكون حياة جديدة، فهي تحب القرآن والرسول. وفي اليوم التالي دخلت المستشفى. الفنان علي الشريف روت زوجة الفنان الراحل علي الشريف اللحظات الأخيرة قبل وفاته، وقالت طريقة موته أذهبت نصف حزني. ففي يوم 11 فبراير كان آخر يوم لبروفات مسرحية علشان خاطر عيونك، أنهى البروفة وعاد إلى المنزل وكأنه معه كتاب استشهاد سيدنا الحسين، جلس يقرأ حتى الفجر ثم قام للصلاة وصلى، وبعدها أحس بالتعب بسبب القولون لانفعاله مع أحداث مقتل الحسين، وعرق كثيرا وبدأ يزداد تعبه. وقلت له نذهب للطبيب، وأثناء الاستعداد قال لي لن أذهب، أنا هموت بعد شوية، وأوصاني على الأولاد كثيرا. وأضافت استغربت جدا من تكراره للكلام، وطلب مني عدم الصراخ وقت وفاته، ثم قام وردد الشهادتين وقال بعدها يا حسين مدد جيلكم يا أهل البيت، ثم رقد على السرير وسندت رأسه وأحسست بثقلها، فقال لي خلاص أنا في البرزخ، ثم توفي رحمة الله عليه وسط ذهولي. الفنان محمود المليجي روى المخرج هاني لاشين في حوار تلفزيوني قصة وفاة الفنان الراحل محمود المليجي، قائلا طلب فنجانا من القهوة وكان يستعد للمكياج، وبدأ يتكلم مع عمر الشريف قائلا الحياة دي غريبة جدا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر. وقام بخفض رأسه كأنه نائم، وبدأ يقوم بالتشخير كأنه مستغرق في النوم. فقام الجميع بالاستديو يشاهدون هذا المشهد الرائع، وبدأ الجميع في الضحك حتى قال له عمر الشريف ايه يا محمود خلاص بقى اصحى، الا انها كانت المفاجأة انه مات وهو يؤدي مشهد الموت. الفنان محمود الجندي صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاما. محمود الجندي الذي قدم على مدار تاريخه الفني اكثر من 300 عمل فني رحل وهو يشعر بالحزن، بعدما اعلن في سنواته الاخيرة اعتزاله للفن لعدم شعوره بتقديره فنيا، ذلك الامر الذي تراجع عنه بشكل جزئي من اجل الانتهاء من الاعمال التي
التي كان متعاقدا معها إيفاء بالالتزام، إلا أنه ظل يشعر بالحزن بسبب الموقف الذي حدث معه. وفي لقاء تلفزيوني أجراه الراحل قبل وفاته بشهرين، أكد محمود الجندي أنه ابتعد عن الفن مؤخرا لعدم شعوره بالتقدير وكذلك حفاظا على كرامته، لكنه لم ينفصل أبدا عن الجمهور الذي صنع نجوميته. وأوضح محمود الجندي أن السلوكيات تغيرت في الآونة الأخيرة، حيث يرى بعض النجوم الشباب أنهم تحكموا في الساحة الفنية وعلى الجميع أن يلبوا رغباتهم. الأزمة تفجرت حينما عرض مسلسل رمضان كريم الذي قام ببطولته الجندية، وكان يجسد شخصية رئيسية يقوم عليها العمل، لكنه فوجئ بطرح الملصقات الخاصة بالدعاية دون وجود صورته واسمه عليها، ما أثار غضبه كثيرا، ووجد الجميع يتهرب من تلك الواقعة بل ويلقون المسؤولية على بعضهم البعض. أعلن اعتزاله بعد هذا الموقف، إلا أنه قرر تحت إلحاح شديد أن يسمي ما قام به ابتعاد مؤقتا عن الفن، ومن أجل تنفيذ الأعمال التي تعاقد عليها من بينها الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس. كما أعرب محمود الجندي عن غضبه من الظاهرة التي انتشرت كثيرا بالفترة الأخيرة والمتمثلة بكتابة الأعمال الدرامية أثناء تصويرها، وهو ما يمنعه من الاعتراض على أي شيء غير منطقي في السيناريو، كما أن صناع العمل لم تعد هذه المسألة بين أولوياتهم. الجندي رحل قبل أن يشاهد أعماله الأخيرة التي شارك فيها، حيث كان يقوم بتصوير دوره في مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري الفنانة أسمهان. رحيل الفنانة أسمهان أثار جدلا واسعا، فأثناء قيامها بعمل بروفات فيلم غرام وانتقام طلبت من المنتج أخذ قسطا من الراحة والسفر إلى رأس البر مع ماري صديقتها، وفي طريقها سقطت السيارة في الترعة وماتوا في حال ولم يصب السائق بأذى، واختفى بعد الحادث على الفور، ليخلق بعد ذلك علامات الاستفهام حول وفاة أسمهان. وقد تردد أن أم كلثوم هي من قتلتها، وكثرت الأقاويل بأن هناك منجم قد تنبأ لها وهي في بداية مشوارها الفني بأنها ستكون ضحية حادث في المياه، وهي دائما كانت تشعر بالرعب عندما تمر في ذلك المكان. الفنان فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي يتحدث عن الموت قبل وفاته. حل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ضيفا في حوار تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، أكد خلاله أنه لا يخشى الموت أو المرض، وسبب ذلك هو قناعته بأن الموت علينا حق، ومن لم يمت بالسرطان مات بغيره، ومن لم يمت بالقلب مات بغيره، مضيفا أتخض من إصابتي بالمرض، ولكن في نفس الوقت أكون قويا وأواجهه بكل طاقتي، بمعنى أني لم أدخل غرفة العمليات ويستلمني طبيب وأكون مش موجود في الدنيا من البنج، فإذا دخل قلب الإطمئنان فأنا قوي، لأن الخوف لن يغير شيئا من الواقع والقدر. وأوضح فاروق الفيشاوي أنه منزعج بشدة من إعلانات السرطان التي تعرض في التلفزيون وتسبب الآلام لكل مصاب وتخطف منا الأمل، لذا يقوم بإغلاق التلفزيون فورا. حلقة فاروق الفيشاوي كانت مليئة بالتصريحات الجريئة، فقد تحدث عن لحظة معرفته بالإصابة، وأكد أن الطبيب قال له أنت مريض سرطان، فقال له فاروق برد يعني، فأخبره الفيشاوي بأنه سيتعامل معه باعتباره نزلة برد أو صداع، إلى أن جاء خبر رحيل النجم المصري فاروق الفيشاوي بعد أقل من أشهر عن حديثه عن الموت. ذكرت تقارير إعلامية أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد فارق الحياة عن عمر يناهز 67 عاما بعد أن دخل في غيبوبة كبدية، وكانت حالة فاروق الفيشاوي حرجة للغاية. ووفق ما أوضح الموسيقار هاني مهني في الأيام الأخيرة، موضحا أن فريقا من الأطباء
بذل مجهودا كبيرا في محاولة لإنقاذه إلى أن فارق الحياة. وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد ولد في محافظة المنوفية في مصر عام 1949، وبعد دراسته الثانوية توجه إلى كلية الآداب في جامعة عين شمس، ولكن حبه للفن جعله يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على ليسانس الآداب، وقدم مئات الأعمال الدرامية في التلفزيون والسينما والمسرح، وكان مسلسل أبناء الأعزاء شكرا في العام 1980 بداية انطلاقته نحو النجومية، وتألق في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم ملف سامية شعراوي، وفيلم المرأة والقانون، وفيلم اغتصاب، وفيلم السقوط، وفيلم الإرهاب. وفي تسعينيات القرن الماضي أدى العديد من الأدوار الهامة في أفلام مثل فيلم الزمن الصعب، وفيلم همس الجواري، وفيلم امرأة هزت عرش مصر، وأدى أيضا دورا مميزا في فيلم الجراج مع النجمة نجلاء فتحي. أما عن آخر أعماله فكانت بالمشاركة مع الفنان يحيى الفخراني في فيلم قرفة بالزنجبيل من إخراج عمر عبد العزيز.